ذا لاين ليس مشروعا فقط، لكنه برهان على سعودية المستقبل، على الوطن الذي لا يكف عن الحلم، على الملهم الذي يصنع كل يوم فخرا جديدا لوطنه. الطبيعة والإنسان على موعد نقي مع الحياة، ومن مجد إلى آخر يا وطن. على مدى العصور والحضارات كانت تبنى المدن لحماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية بنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان. المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050. في 2050 سوف يهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار. 90% من البشر يتنفسون هواء ملوث. لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يتوفى 7 مليون إنسان سنويا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد 1 مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟ لذلك نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية. تستطيع أن تقضي حوائجك اليومية بمدة مشي أقصاها 5 دقائق، تستطيع أن تصل من أبعد نقطة إلى أبعد نقطة في 20 دقيقة، بتكلفة بنية تحتية أقل 30%، وبجودة أفضل للمنتجات التي سوف تتقدم ب 30%، بطاقة متجددة 100%. مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان، تضع الإنسان أولاً. التفاصيل سوف تكون كثيرة، سوف تقدم في أوقات لاحقة، لكن اليوم نترككم مع فيديو مبسط لهذا الإعلان. لم تتمكن المدن المعاصرة من التأقلم مع النمو، لذا تحتاج هذه المدن لإعادة تصميمها بشكل جذري. كيف سيبدو الأمر لو تخلينا عن السيارات، لو استغنينا عن الشوارع، لو ابتكرنا داخل المساحات العامة، لو بنينا حول الطبيعة بدلاً من البناء عليها، لو كانت جميع احتياجاتك على بعد 5 دقائق مشياً في كل الأوقات، لو تمكنت التقنية المدمجة من خلق مساحات شاسعة يسودها الهدوء والراحة، لو كانت الاستدامة أمراً مسلماً وليست مجرد هدف، لو استبدل الخدمات الحضرية القديمة بخدمات يحركها الذكاء الاصطناعي. كيف سيبدو الأمر لو بنينا ذا لاين؟ امتداد بطول 170 كيلومترا من التغيير الجذري في الحياة الحضرية، يحمي أكثر مناطق الأرض طبيعة وجمالا، ويخلق في الوقت ذاته معيشة استثنائية لسكانها. مرحبا بكم في ذا لاين. للحديث عن هذا المشروع وأبعاده المستقبلية يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ ثامر السعيد، وهو الكاتب الاقتصادي المعروف. أستاذ ثامر حياك الله معنا. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ مشاهدي روتانا خليجي. أهلا بك. ويسعدني أيضا أن ينضم إلي الأستاذ صالح العنزي، وهو عضو جمعية الاقتصاد السعودي وكاتب بشؤون التنمية والتوطين. أستاذ صالح حياك الله معنا. حياك الله أخي المفرح، بس عليك وعلى المشاهدين. أهلا بك أيضا. تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة الأستاذة نوف الغامدي، وهي باحثة ومستشارة تنمية اقتصادية. أستاذة نوف حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج.
يا أهلا وسهلا فيك وفي ضيوفك في الاستديو. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ ثامر. قبل ما ندخل في التفاصيل الاقتصادية أباخذ قراءتك العامة للموضوع من شقيها كمواطن سعودي اليوم وككاتب اقتصادي. اليوم أنا أقول أنه أهم شيء للمشروع اكتسبه أنه كان المروج له هو سمو ولي العهد. اليوم المشروع يكتسب هذه القيمة المضافة والإرادة والريادة بأنه سمو ولي العهد هو الشخصية الترويجية لهذا المشروع الضخم، وبالتالي هناك نية عظيمة وإرادة قوية وريادة في أننا نخلق شيء من العدم. إحنا نعرف أن منطقة نيوم منطقة جديدة، صحيح، لا شيء فيها إلا الشواطئ وطبيعتها، واليوم هذا المشروع الريادي يريد أن يحافظ على الطبيعة وأيضا ينشئ يعني مدينة فيها تقنيات حديثة تساهم في خلينا نقول جذب المبتكرين، جذب العقول الفذة، جذب كل شخص عنده يعني حلم بأن يحقق شيء في الحياة. يعني بالعربي أو بشكل مبسط ذا لاين كمدينة المفروض أنها تكون فعلا كما كان التصريح السابق لنيوم مدينة للحالمين. اليوم أي شخص عنده ابتكار سيجد هذه المدينة تحتضنه، يعني مجرد أن تبدأ وتنطلق حتحتضنه، حيكون هناك يعني أيدي تقدم دعم، لأنه أيضا ضمن التصريح أنه صندوق الاستثمارات العامة سيكون العمود الفقري الداعم، وهذا يعطينا يعني يعطينا التصور بحجم المصاعب التي ستذلل حتى يستطيع أي شخص يريد الوصول إلى هدف معين أو يريد الوصول إلى ابتكار معين أن يصل إليه، لأنه القطاع الخاص من جهة أو من أخرى قطاع ربحي في نهاية المطاف، صحيح، لن يكون عنده الجراءة الكافية أنه يدخل ويضخ أموال في خلنا نقول بنية تحتية جديدة في أرضية أصلا خلنا نقول يعني خاوية ما فيها أي شيء اليوم إلا طبيعتها، وكل الأحلام اللي موجودة فيها وكل طبيعة وكل الخطط الموجودة فيها هي خطط جديدة. فاليوم أنت لا تعرف حقيقة العائد الاقتصادي عليك كفرد أو كشركة، ولكن الحكومة تأخذ الباب أو يعني المنظور الحكومي يأخذ الباب الاقتصادي والباب التنموي. فيعني حتى وإن كان المردود منخفض في بداية الأمر أننا سنحصل مردود تنموي يعود على البلد، يعني حتى وإن طالت المدة ستسجل ابتكارات باسم المملكة، سيكون هناك أيضا يعني قدرة لاستقطاب كفاءات إلى هذه الأرض. هذا المشروع الذي يتسم بالخيالية هو فعلا خيالي، سيرى النور وسيكون قيادي ريادي بالنسبة للدول الأخرى. نقطة أخيرة بس ودي أضيفها، شدد سمو ولي العهد إلى أنه الطاقة المتجددة هي من سيضيء وستعمل في مدينة ذا لاين، وهذا يعطينا أيضا بعد آخر أنه المملكة اليوم تبحث أن تكون رائد في قطاع الطاقة كله وليس في القطاع البترولي فقط. إحنا اليوم يعني نعرف أننا في البترول أقوياء والمملكة أكبر مصدر وهي المتحكم أو خلينا نقول اللاعب الرئيسي في سوق النفط، لكن اليوم إحنا سنتجه إلى أننا نكون أيضا لاعبين في سوق الطاقة. هناك دعم لمشاريع الطاقة المتجددة، الرياح، بطاقة الشمس، كل هذه الأنواع الطاقة بأنواعها أيضا سنكون قلب لها وقائد لها عالمي. وهذا أيضا يعني تشديد ذا لاين أنه تكون الطاقة المتجددة هي من يضيء وهي من تعمل في هذه المدينة، هو أحد يعني أحد الرسائل الموصلة إلى العالم أننا نازلنا نحن يعني نقود الطاقة أيضا بشقيها بترولي وغير بترولي. جميل. أستاذ صالح أباخذ قراءتك أيضا العامة للموضوع ومعها تعليق على نقطة اللي ذكرها الأستاذ ثامر، يعني في تحدي مشروع يبدأ من العدم. أبدأ من حيث انتهى أخي ثامر من الطاقة والبترول. اليوم أثبتنا فعليا العالم أجمع المملكة العربية السعودية أنها ليست دولة فقط نفط ومال وبترول ومال، هي دولة فكر، دولة ريادة، دولة تسعى لخلق اقتصاد قوي. احنا بمشروع انطلاق مشروع نيوم بشكلها العام وجزئيته، جزئية ذا لاين المنطلقة منه، ذا لاين الآن هي جزء من مشروع كبير هو مشروع نيوم مدينة الحالمين. ابتكارنا او اطلاقنا للمشروع الريادي المدينة الرائعة جدا، المدينة الذكية، المدينة التي تراعي الإنسان أولا، المدينة التي تحط التنمية في خدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة التنمية، هذه الفكرة، هذه الانطلاقة اليوم تجعل المملكة دولة رائدة في هذه الصناعة، دولة متقدمة. كسعودي وكعربي نفتخر جدا، هذا المشاعر الوطنية اللي سألت بالبداية سؤالك عليها، الكل
الكل فخور اليوم بما وصلت له المملكة برؤية سمو سيدي ولي العهد قائد الرؤية بهذه المشاريع بهذه الأفكار. أثبتنا العالم فعلا أن رؤيتنا ليست حبر على ورق وليست بروباغندا. اليوم بدأنا بأول مشاريع التنفيذية الحقيقية لمشروع نيوم بإطلاق The Line المتوقع أنها تنتهي في 2030 بغض النظر عن أثرها الاقتصادي. أثر اقتصادي مثل ما ذكر ثامر سيتحقق أثر اقتصادي عظيم جدا، ولكن على أنه في بعض المشاريع السابقة في نيوم يعني من ضمنها المطار وغيرها يعني إلى حد كبير، ولكن قلب نيوم المدينة السكنية التي حتحتضن النخبة التي حتحتضن تجذب العقول تجذب الاستثمارات تهيئ البنية التحتية للابتكار للإبداع للخيال للأحلام وتحقيقها، هي حتبدأ من The Line بكونها مدينة عصرية بكونها مدينة ذكية بكونها مدينة تعتمد كل معايير التمكين للحالمين التمكين لمن يستطيع هذا بما يقف وراها من قوة استثمارية للمملكة السعودية. هي أيضا مدينة ستساهم جدا في جذب الاستثمارات خلق البيئة الاستثمارية الناجحة. نيوم عارفين نيوم احنا يستهدف 16 قطاع اقتصادي، ونيوم جزء من استراتيجية المملكة ورؤية المملكة في تنويع الاقتصاد جزء منها وليست كلها. مدينة The Line اليوم هي أساس حقيقي لخلق البيئة الجيدة المناسبة لبداية جذب الاستثمارات للحياة للابتكار للعيش بها للإبداع بها. احنا كسعوديين اليوم وكعربيين نفخر بوجود هالرؤية العربية اللي تقولها. هذا يؤكد ما قال سمو سيد الإمام حمد سلمان في بداية إطلاق المشروع اليوم لما قال أن المملكة العربية أن الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وفعلا اليوم بدأنا بالفعل بالخطوات أو الفعلية لتحقيق مشروع اليوم الحالم وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية بتدشين. أباخذ منك تعليق موجز بس على السؤال اللي طرحته لك في البداية أنه لما يقول الأستاذ ثامر أنه نبدأ من العدم. صحيح. حجم التحدي في هذا الموضوع يعني احنا نعرف انه اذا كان عندك بنى تحتيه جاهزه لمشروعات مماثله يمكن الموضوع يكون اكثر اختصارا، بس حجم التحدي هنا اتوقع اكبر. التحدي اكبر، ومثل ما قال سمو سيدي ولي العهد انه تكلفه البنيه التحتيه حتكون اقل ب 30% من المدن الطبيعيه. هناك تحدي كبير جدا، ومع ذلك التحدي زاد عندما نستهدف ان نبني بنيه تحتيه بتكلفه اقل وتكون بنية تحتية صديقة للبيئة تراعي الاستدامة تراعي الإنسان أولا. هذا جزء تماما من قيادة المملكة العربية السعودية لقمة 20، أحد أهم المحاور الرئيسية اللي تتناولها قمة 20 هو الإنسان وتنمية الإنسان ومستقبل كوكب الأرض. هذا جزء كبير من قمة من محاور أو الأساسيات عام 20. المملكة امتدادا لقيادتها ورئاستها الناجحة لقمة 20 تستكمل دورها بإطلاق النموذج العالمي الأول لإنشاء مدينة بهذا الحجم بهذه الرؤية من العدم. التحدي كبير ولكن احنا قدها ان شاء الله باذن الله تعالى. استاذ نوف فرحب فيك مجددا، وباخذ انطباعك العام عن هذا المشروع ومعه ايضا انه يعني كيف سنستطيع أن نوصل رسالة التنمية السعودية إلى العالم من خلال مشروع عملاق مثل The Line. طبعا أول حاجة خليني أذكر نقطة جدا مهمة أنه العام الماضي يمكن طرحت توقع من خلال مقال كنت كتبته عن تقنيات المستقبل أنه المفترض في الشرق الأوسط سيتم إنفاق أكثر من 114 مليون دولار على أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعرفة. الحقيقة اليوم احنا بنتكلم من خلال مشروع The Line انت بتتكلم بنية تحتية فقط تكلفتها من 100 الى 200 مليون مليار دولار، بالإضافة انه المشروع كمان يكلف اكثر من 500 مليار دولار. فانت بتتكلم اليوم احنا امام مشروع حقيقة جدا ضخم. هذا المشروع بيكسر توقعات ليس فقط الشرق الأوسط، ولكن احنا هنا بنتعدى الى العالمية من خلال المشاريع الاستراتيجية المهمة اللي تعتمد على تقنيات المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة. اليوم احنا امام تحدي كبير. اليوم الاقتصاد التقليدي او الاقتصاد المبني على الصناعة فقط
أصبح غير مجدي لوحده بشكل كافي. صحيح الصناعة أكيد من الأمور المهمة اللي بتعزز من التنويع الاقتصادي وبتحقق أكيد أثر كبير على الناتج المحلي، لكن اليوم إحنا بنتكلم عن مفهوم التقنيات اللي فعلا بتحقق مدن المستقبل واللي بتطمح لها المملكة. اليوم حقيقة البنية التحتية شكلها مختلف تماما، ما بنتكلم عن بنية تحتية تقليدية، إحنا بنتكلم عن بنية تحتية تحاكي أنسنة التقنية، تحاكي التقنيات المستقبل اللي بالفعل ستحقق التنويع الاقتصادي اللي المملكة فعلا تطمح لي من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة اللي الغرض منها فعلا ليس فقط استقطاب الاستثمارات. اليوم احنا بنتكلم عن استقطاب استثمارات، اليوم احنا بنتكلم عن توطين للمعرفة من خلال جذب هذه الاستثمارات وتعزيز تواجدها في أرض المملكة، وبالتالي حيحسن أكيد من الإيكو سيستم للاستثمار على مستوى المملكة. اليوم احنا بنتكلم على استقطاب كمان للموهوبين والمخترعين وجميع العقليات المميزة اللي ممكن تدير هذه المناطق الاستراتيجية بشكل كبير، وأكيد حينعكس على الناتج المحلي الاقتصادي بشكل كبير. جميل أستاذ أمير، هذا الانعكاس على الناتج المحلي الاقتصادي اللي تقوله أبغى أتكلم عنه في حدود اليوم. اليوم لما يكون عندي مثل هذا المشروع كيف أقيس أثره الاقتصادي على المنطقة على ما حوله؟ اليوم أنت باختصار شديد لأنك ستبني شيء من العدم زي ما قلنا قبل شوي، ستطلب كل المواد والخدمات من كل المناطق الأخرى اللي فيها الحياة اليوم وفيها خدمات تقدم. اليوم خلي بس نستشهد بسوق الأسهم السعودية، اليوم أسمنت أبوك أغلق على النسبة القصوى، ليش؟ لأنه أقرب مصنع أسمنت جغرافي لنيوم. البحر الأحمر، شركة البحر الأحمر أيضا أغلقت أعتقد على النسبة القصوى، ليش؟ لأنها تقدم خدمات لبيوت متنقلة تخدم المشاريع الكبرى اللي يعني هذه اللي هي البركسلستان، حتى يعني الناس تتوقع أنه هذه الشركات ستحصل على طلب عالي من هذه المدينة، وبالتالي اسمنت تبوك البنوك تحرك هذا، وإحنا على بعد يوم من إعلان إحنا فقط يعني هذا تقديري. وبالتالي أنا اليوم اقتصاديا أنا أعتقد أنه كل شيء حوالين المنطقة، لأن المنطقة اليوم ما فيها شيء، كل شيء حوالين المنطقة سيستفيد، سيزيد الطلب على الخدمات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك أيدي عاملة إضافية، لأن الطلب سيرتفع متى ما بدأت ترتفع وتيرة العمل في ذي العين أو في المشاريع الأخرى في منطقة نيوم. هذا خلينا نقول أثر بسيط اقتصادي بسيط للي نتوقعه أن ينعكس على الاقتصاد المملكة. في نقطة مهمة أخرى أنا نسيت أضيفها قبل شوي، لما أعلنت ميزانية السعودية كان فيه إشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ يعني دور مهم في عجلة التنمية وفي تحريك الاقتصاد في المملكة، وذا لاين هذا أول مشروع أعلن سيدعم صندوق الاستثمارات العامة من ميزانيته الخاصة، وبالتالي اليوم أصبح عندنا لاعب إضافي مع الحكومة، حتى وإن كان بشكل غير مباشر الصندوق يعود ملكيته إلى الحكومة، لكنه اليوم هو لاعب أصبح يفكر بمشاريع ويدر استثمارات بشكل شبه خاص تقريبا. بالضبط، هو اليوم يبحث عن مشاريع ربحية، أصبح يشارك الحكومة. الأعباء التي اللي كانت موجودة على وزارة المالية ستبدأ تتناقص لإيجاد مشاريع أيضا منتجة، وهذا واحد منها. خلينا نقول بس لأنه الأول الذي أعلن بعد ما صدرت الميزانية السعودية للعام 21. جميل، برجع لك استاذ صالح بس استاذنك انه اخذ فاصل ومكمل. بعد الفاصل حنكمل حديثنا هذا عن ذا لاين، عن هذا الحلم السعودي الذي سيصنع مستقبل يليق بالطبيعة والإنسان. لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فكل مشاريعنا ماشية، وإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف.
حياكم الله مجددا في هذه الحلقة التي نخصص الحديث فيها عن مشروع ذا لاين العملاق الذي أعلن عن انطلاقته أمس كما أعلن سمو ولي العهد. ضيوفي في الاستوديو الأستاذ ثامر السعيد والأستاذ صالح العنزي، ومن جدة ضيفتي الأستاذة نوف الغامدي. أستاذ صالح، تحدث قبل قليل الأستاذ ثامر عن فكرة الأيدي العاملة، والأخبار تقول أن هناك 380 ألف تقريبا فرصة عمل ستوفر يعني في نيوم مع ذا لاين، وأنت مهتم بموضوع التوظيف بشكل كبير من خلال كتاباتك، كيف تقرأ هذا الموضوع؟ أرجع إلى نفس سؤالك للأخي ثامر قبل شوية، أنه تأثير المشروع على المنطقة المحيطة، الاقتصاد المحلي حاليا خلال فترة البناء ومستقبلا. اليوم مثل ما قال هناك حراك حيتم أكيد على كل الصناعات، سلسلة الإنتاج من البنية التحتية. اليوم هل المدينة الكبيرة العالمية هذه تحتاج إلى خدمات كثيرة، خدمات بالبناء، خدمات للبنية التحتية، الخدمات الفندقية، الخدمات جميع أنواع الخدمات حتحتاجها المنطقة خلال فترة بنائها من هنا إلى 2030. هذا يتصاحب إلى زيادة طبيعي أنه الحاجة إلى يد عاملة، موظفين يعملون، فهناك طلب حيخلق بشكل فوري مع بداية المشروع، صعب تقديره، ولكن الرقم الإجمالي اللي حيخلق المشروع هي حتسهم في دعم 16 قطاع الاقتصادي اللي تستهدفها نيوم، وبالتالي تنشيطها، وبالتالي طلب مزيد من الأيادي العاملة والتوظيف لمواكبة النشاط الاقتصادي الدائر. فنتكلم اليوم عن تأثير فوري ممكن يبدأ مع بداية المشروع، متعلق ب الشركات أو المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات اللي حيتزامل عملهم مع بناء المدينة، وبالطبيعي راح يخلقون عدد لا بأس به من الوظائف. ونتكلم عن أرقام أخرى بعد اكتمال المشروع وبعد اكتمال الرؤية وتنشيط الاقتصاد وحاجة جذب الاستثمارات وخلق فعلا التنمية والإبداع اللي يتكلم عنه. فرقم 2380 هو رقم متحفظ، أنا متصور أنه أرقام أكبر إن شاء الله لما تكتمل كل أركان مشروع وحلم نيوم. جميل. بإذن الله، والرقم حيبدأ إن شاء الله مع بداية المشروع نشوف ثماره بإذن الله. أستاذة نوف، إحنا يمكن سألت ضيوفي على الأثر الاقتصادي للمناطق المحيطة وكيف سينشأ، إذا قلت أنه سيكون هنالك أثر اقتصادي على المملكة العربية السعودية ككل جراء وجود مشروع عملاق كهذا وريادي على مستوى العالم، بنظرة ورؤية اقتصادية هل نبالغ في هذا الأمر ولا هو واقع يمكن أن يكون؟ أنه يكون المردود الاقتصادي على كل السعودية؟ لا الحقيقة أبدا أنت ما بتبالغ، بالعكس يعني إحنا ما نتوقع أنه الأثر الاقتصادي حيكون فقط على المملكة العربية السعودية، لكن حقيقة على الشرق الأوسط ككل ويمكن كمان يصل إلى العالم. اليوم أنت بتتكلم إحنا بنخلق فعلا منطقة اقتصادية مختلفة تعتمد على وظائف المستقبل. اليوم حتى نوعية الوظائف اللي حتكون موجودة في هذه المنطقة حتكون وظائف من وظائف المستقبل، وظائف مختلفة، حيكون في خلق لوظائف جديدة وقطاعات جديدة. اليوم احنا بنتكلم عن منطقة حيكون في ليها ثقافة تنظيمية وثقافة كمان بروتوكولية للعاملين فيها او لنوعية الاستثمارات او العاملين فيها بشكل مختلف. فاكيد طبعا حيكون اثرها ليس فقط على المملكة ككل، لكن حيكون على المنطقة بشكل كامل. طبعا اثرها على المملكة يمكن حيكون بشكل اكبر، سواء كان من خلال زيادة الناتج المحلي وتنويع الاستثمارات، وهذا كمان يمكن حيحسن من أهم برنامج من برامج رؤية المملكة هو جودة الحياة، اللي بالفعل بيستهدف تحسين جودة الخدمات، بيستهدف هندسة المجتمع بشكل أفضل، وهذا بالتالي أكيد حيتواكب مع الإصلاح الاقتصادي اللي بتتطلع ليه المملكة اليوم من خلال البرامج المختلفة، من خلال المبادرات اللي بتطرح يوم والتاني عن طريق الجهات الحكومية أو الهيئات. فبالتالي أتوقع حنشوف نماذج مختلفة كمان من خلال هذه المناطق الاستراتيجية في جميع القطاعات اللي بتستهدفها هذه المناطق. الشيء الثاني كمان حلاقي أنه بالفعل حتعتمد كلها على التقنيات اللي حتنعكس كمان على النماذج العمل على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة. نعم أستاذة نوف، بأخذك شوي بعيد عن الاقتصاد، في من ضمن الكلام اللي قاله الأمير محمد أنه يعني سيكون هناك اهتمام عالي بالإنسان، وذكر أعداد الوفيات سنويا على مستوى العالم جراء التلوث،
اليوم حينما نقدم هذا المشروع بهذا الشكل الصحي، خليني أقول للإنسان، إلى أي درجة تتوقعين أن يكون جاذب بعد إنجازه للناس، طبعا مو بس من السعودية، من مختلف أنحاء العالم للمجيء؟ يعني أول حاجة أنا سعيدة طبعاً إنه جاء تبني هذا المشروع وطرحه وطرح هذا المشروع من خلال الأمير محمد بن سلمان، لأنه أنت بتتكلم اليوم دائماً بدايات المشاريع القوية تتمتع بدعم القيادات بشكل كبير، واليوم هذا الدعم جاء من خلال الأمير مباشرة وطرح تفاصيله كمان المبدئية من خلاله، هذا أكيد طبعاً حيعطي تطلع جداً مهم لجميع الفئات والمستهدفين، خصوصاً من خلال المستثمرين أو حتى العاملين. الشيء الثاني وهذا المهم، اليوم أنت بتتكلم أنه بالفعل هذه الأرقام تحفز كثير، أنه أصبحت توجد حلول تتبع لي برامج التنمية المستدامة، وهذا اللي بتعمل عليه المملكة اليوم. المملكة يمكن ركزت من خلال البي 20 على سواء كان مجموعة العمل البي 20 أو من خلال جميع المجموعات التواصل، كانت أنها تتمتع بالاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والبيئة طبعا كان أهمهم. فبالتالي أنت بتتكلم اليوم المحافظة على هذه الأرقام وانعكاساتها على الاقتصاد، أكيد طبعا يعني حتحفز كثير من المستثمرين والمبادرين من خلال هذه المناطق أنهم يتواجدوا فيها، أو من خلال هذه المشاريع اللي حتكون موجود سواء اليوم نيوم أو ممكن بكرة حنشوف مشاريع أخرى من المشاريع اللي بتطرح، لأنه ما شاء الله زي ما احنا شايفين يمكن المملكة تتمتع بجغرافية عظيمة الحقيقة تسمح لها أنه هي تطرح مشاريع مهمة مثل نيوم أو غيرها، فهذا أكيد طبعا حيأثر من خلال تقليص هذه الأرقام وخلق بيئة يمكن تكون فعلا تتمتع بالأمن سواء كان الصحي أو من خلال الأمن الاقتصادي أو الأمن البيئي، فهذا أكيد طبعا حيحفز كثير للتواجد. عندك تعليق أستاذ صالح؟ عقب طبعا أؤكد على كلام الدكتور نوف، أحد مسؤولين مشروع نيوم لما سئل ما هو The Line أجاب إجابة وهي فعلا، قال مدينة لايم هي حل لمشاكل المدن بالعالم. اليوم إحنا في المملكة السعودية لا نطلق مشروع عقاري إنشاء مدينة فقط، إحنا نقدم نموذج عالمي، نموذج المدن الصحية، المدن صديقة البيئة، المدن اللي تحافظ على التنمية. هالنموذج هذا أنا متأكد أنه إحنا هنكون الرائدين في إنشاء هالمدن هذه، نقدم هالنموذج للعالم. أنا متأكد أن هناك دول في العالم راح تلتقف أو تستقطب هالفكرة السعودية، ويكون النموذج السعودي مدينة دلان هو النموذج السعودي لمدن القرن الواحد وعشرين. هناك بعض المشروعات على مستوى العالم لكن أعتقد أنها أقل حجما أقل وطموحا، يعني بالضبط. من دلائن المشروع دلاين هو المشروع الأول عالميا الذي مثل ما ذكر أخوي تامر مثل الدكتور اللي يبدأ من الصفر من البيئة البكر الآن، وينشأ هالمدينة الصديقة للبيئة، المدينة اللي تحل كل مشاكل الاحتباس الحراري، التلوث، الازدحام، مشاكل الحوادث المرورية، كل هالمشاكل التي تقلق سكان العالم حلها بالمدن في دلائن. ومن هنا تجي ريادة، من هنا تأتي ريادة. احنا اليوم سعداء وفخورون كمواطنين في المملكة ان المملكة قاعدة تقدم هالنموذج العالمي الرائد من نوعه والحصري من نوعه، واللي يحل كثير من مشاكل البشر في العالم بأيادي وإبداع سعودي. جميل. وبقيادة سعودية. بأخذك أستاذ ثامر شوي إذا تسمح لي إلى جانب اجتماعي يمكن يكون أو علمي. اليوم لما يكون عندنا مشروع بهذا الطموح العلمي والابتكاري، كيف ترى فرصة أنه يفتح مجال للمبتكرين والمخترعين؟ ليش أقول كذا؟ من هنا إلين ينجز The Line بالتأكيد أنه في كثير من الابتكارات والاختراعات اللي ستطرأ على البشرية، والسعودية اليوم جالسة تفتح هذا المجال، كيف حيكون محفز؟ يعني الاقتصاد والعلم والاجتماع ما تبعد عن بعضها. أنت اليوم قاعد تقول أنا قاعد أنشئ مكان حتى يكون نواة لكل الابتكارات الجديدة أن تأتي إليه، وبالتالي أعتقد أنه اليوم إذا استطعنا أننا نروج أكثر لفكرة أننا عاصمة للابتكار سنتمكن من أننا نستقطب يعني عقول. ليش أقول هذا؟ لأنه دائما فكرة البحث والتطوير مكلفة، ولن يتمكن أي أحد أنه يعني
يواصل دعمها ويواصل ضخ الاستثمارات فيها أو تمويلها إلا أحد عنده حلم وطموح أن يصل إلى منطقة، خلينا نقول منطقة جديدة. اليوم أعتقد أننا يعني سنوفر بذا لاين مكان جديد لم يعني زي ما تفضل أخوي صالح والدكتور نوف غير موجود حاليا، هو غير موجود كنموذج عالمي. أنا قبل الهوى كنت أتكلم أنا وياك عن ناسا. ناسا نوم الإرادة الحكومية أعتقد أنها ما كانت ستتمكن من الوصول إلى ما وصلت إليه، في الإضافة أن ما كان من الممكن أنه مثلا إيلون ماسك يصل إلى نموذج صاروخ فضائي أقل تكلفة من اللي تصنع ناسا. السبب أنه هناك إرادة حكومية، ناسا لا زالت تتلقى دعم يعني جزء من الميزانية، ميزانية الحكومة الأمريكية يقدر ب 33 مليار دولار سنويا 3% نمو بشكل سنوي، هذه ميزانية 21. وبالتالي لو ما الإرادة الحكومية والدعم الحكومي ما استطاعت ناسا أن تصنع ما تصنعه. ليش أنا جبت ناسا؟ لأنه اليوم ذا لاين عندنا الإرادة الحكومية والريادة بأنه مشروع جديد ما وجد، ولو ما أنه يعني بعد الله وجد هذا الدعم وهذه الإرادة الحكومية من رأس الهرم من رأس الرؤية لما كنا استطعنا أن نجد من يضخ استثمارات فيها. أرجع وأقول أنه احنا حنستقطب العقول، حنجيب مبتكرين، تكلفة الابتكار الأولية غالية جدا، مكلفة، لن تكون ذات مردود اقتصادي، ولكن سنكون النواة اللي من خلالها تبدأ تتطور هذه التقنيات إلى أن تكون أقل تكلفة وبمتناول الجميع أو بمتناول أكبر شريحة من الناس. لكن إذا قلنا أنه في البداية ما راح تكون ذات مردود اقتصادي طبعا. ولكن بعد تفعيل هذه الابتكارات سيأتي مردود مضاعف ربما يعوض حتى ما صرف عليها أضعاف، هذه طبعا. رؤية اقتصادية منطقية؟ صحيح، أنا أقول لك عمليات التصحيح النظر أي؟ لما بدأت كانت تقريبا ب 15 و 18 و 20 ألف يمكن أكثر، لما بدأت تتطور التقنية وتكثر عمليات الابتكار والإنتاج انخفضت إلى يمكن 3,000-4,000 ريال أو يعني قريب من هذا الرقم. إذن اليوم إذا إحنا استطعنا أن نستقطب المبتكرين الأوائل سيكونون ذا تكلفة عالية جدا، ولكن اللي يلحقون واللي يجون تاليا سيستمكنون من تطوير المعرفة وتطوير الابتكار وتخفيض تكلفته زي ما حصل مع أي شيء ثاني آخر في الحياة. وبالتالي سنقدم للعالم منتجات مبتكرة جديدة ذات تكلفة صحيح في البداية مرتفعة، ولكن العالم كله سيعمل على تطويرها حتى تكون بمتناول الجميع. جميل أستاذ نوف، بس شاركينا هذه النقطة بإيجاز قبل ما أطلع للفاصل، اللي هو فكرة الابتكار وإتاحته بس من زاوية أخرى، ألا وهي أنه وش دور المبتكرين، وخليني أقول السعوديين بالدرجة الأولى اليوم لما يجي عندي مشروع حالي بهذه الطريقة وكأنه يقول هات كل ما لديكم، هات كل أفكاركم، وش دورهم؟ معليش بس الصوت راح. طيب الآن صوتي واضح بشكل جيد؟ أي تمام. طيب أبعيد أنه كنت أتكلم مع الأساتذة عندي في الاستوديو أنه اليوم ذا لاين يتيح فرصة للمبتكرين والمخترعين أنهم يقدموا كثير من ابتكاراتهم لأنه مشروع حالم، وبالعكس هو يقوم أساسا على فكرة كل الابتكارات الصديقة للبيئة والإنسان. لكن من زاوية أخرى، وش دور المبتكرين وبالدرجة الأولى السعوديين في مثل هذه المرحلة؟ كيف يمكن أن يقبلوا على مثل هذا المشروع ويكون حافز لهم؟ يعني خليني أقول لك حاجة، اليوم إحنا مهما كان عندنا مبتكرين ومهما كان عندنا موهوبين، إذا لم يواكبوا فعلا هذه التطلعات من خلال تقنيات المستقبل والاعتماد عليها والتركيز عليها، فإحنا ما بنتكلم اليوم كمان حتى على الموهوب التقليدي، اليوم إحنا بنتكلم على الموهوبين اللي فعلا يتمتعوا بثقافة تقنيات المستقبل، سواء كان من خلال إنترنت الأشياء أو من خلال استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعامل مع هذه. اليوم أنت بتتكلم عن نموذج يمكن صعب حتى نوصفه، ترى على فكرة أنت بتتكلم عن مشروع يمكن صعب حتى في التخيل إلى الآن بشكله الواقعي، لأنه إحنا بنتكلم اليوم عن تعامل مع الذكاء الاصطناعي والريبوتات وعالم آخر. فاليوم أنت بتتكلم عن خلق وظائف حقيقية، لكن هذه الوظائف لازم تكون تتواكب مع البيئة وتتواكب كمان مع تقنيات المستقبل، لأنه اليوم الريبوت حيحل محل أي موهوب تقليدي وهو حيقدر فعلا يسوي هذا الشيء. فاليوم أتوقع أنه الموهوبين لازم يقدموا بالفعل نماذج جديدة تتواكب مع هذه التطلعات وهذه الثقافة الموجودة في هذه المناطق الاستراتيجية، بما يحقق فعلا أنه يكون في عندنا تنافسية عالمية.
نعم استأذنكم دكتور عساث أن أخذ فاصل وبعد الفاصل مكملين. بعد هذا الفاصل سنلقي المزيد من الضوء على هذا المشروع الريادي العالمي. يا أبو سلمان صوت المجد نادى لك وانحنت هامته يا سيدي لجلك من وته يا شموخ طويك وصالك والفخر الأبيض التاريخ في وصلك هز غصن الطموح والسما فانك وصعد بشعب تشبهنا ويشبهلك وشعل النجم لا صار الزمن حالك وانسجل حلم من ضيع على مهلك كوكب في المجرات طويل حالك يهتديك الكثيف ويا صلاة فعلك شامخ منها للعوج محطانك ومن سنام المعالي طيبك وعدلك مجددا في أهلا. ضيوفي هنا في الاستوديو الأساتذة الأستاذ ثامر السعيد والأستاذ صالح العنزي ومن جدة الدكتورة نوف الغامدي ونتحدث عن مشروع الذلاين. وينضم إلي عبر الهاتف الآن المهندس ندى الجليدي وهو كاتب متخصص بالتنمية والعمران. مهندس ندى حياك الله معنا في أهلا. يا هلا مرحبا مساك الله بالخير اخوي فرح ومساء الخير لكم جميع المشاهدين وضيوف الكرام. اهلا بك. ابا اخذك من تخصصك في التنميه والعمران، ايش الشكل المتوقع للعمران في ذا لاين الجديد؟ شوف حقيقه انا لا نتحدث في الاقتصاد فاساتذتك اشبعوا هذا الموضوع على قولتهم طرحا علما. اي انا اتكلم بس وحجيب على بعض التساؤلات اللي انت طرحتها يمكن على اغلبهم انه هذا المشروع ايش هو او هذا لاين وش اهميته على العالم بشكل كبير وانعكاسه على الوطن او المجتمع المحلي. حقيقه هي تتجلى يعني هل ذا لاين تتجلى حقيقه انه يمثل حلقه انا من وجهه نظري من حلقات العولمه المخلين نقول المحببه اللي حقيقة تفسح يعني المجال للوفاق بين البشر لأنه يعني تنمية هذا المكان هي تنمية إنسان بالدرجة الأولى فضلا أنه موقع ذا لاين أو موقع نيوم بشكل يعني أعم هذا تعرفه جاي بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يكفيك أنه يخلينا نقول مثلا 40 إلى 50% من سكان العالم خلال 4 ساعات في خلينا نقول في وسائل النقل العاديه خلينا نفرض الطائرات يكون خلال 4 ساعات موجود عندك في نيوم 70% الى 75% خلال 8 ساعات يكون عندك موجود في المنطقه. هذا لما ناخذها على 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 الوصوليه في العالم لهالموقع. لو ننزل على مستوى المخطط خلينا نتكلم انا من خلال المخطط المطور هذا اللي ذن اللاين حديثنا لو تلاحظ معي يمكن الان عندك على الشاشه أو يعرض الآن عندكم على الشاشة لاحظ أنه هو ممتد من السهل مرورا بالجبل انتهان بالبحر. أنت هذا وش يمثل؟ هذه فكرة حقيقة عبقرية يمثل هذه هي طبيعة المملكة العربية السعودية هي عبارة عن سهل وجبل وبحر. هل 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 ثلاث نقاط هذه هي اللي تمثل حقيقة المملكة. لما نيجي احنا نتكلم أنه هذا أنه وش حيفيدنا اليوم أو وش هو الدرس اللي حنستفيد منه احنا كمخططين عمرانيين إيه؟ لازم نعرف انه هذا منبثق منين من رؤيه المملكه. ما وش رؤيه المملكه؟ هي ثلاث محاور هي يعني خلينا نقول المحور انه هذا مجتمع حيوي. هذا المشروع الان حقق هذه النقطه. النقطه الثانيه اقتصاد مزدهر ممكن الاساتذه عندك وضحوا هذه النقاط بشكل كبير جدا. وطن طموح هذا اللي نتكلم عنه. لما يطلع ثاني رجل في البلد ويتكلم عن مشروع زي كذا ايش معنى الكلام هذا؟ معنى انه هذا المشروع هو مشروع وطن وليس مشروع شخص او شخصين. هذا الوطن من خلال هذا المشروع. المشروع الان
لو نتكلم فيه على مزاياه، مزاياه كثيرة. على فكرة لما تكلمنا عن المزايا حتى على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة، مساحته الطبيعية لو تلاحظ مساحته 170 كيلو متر طولي، شايف هذا يمكن يوازن بعض الدول المجاورين كمساحة. أنت لما تبني مدينة جديدة أنت قدام تحديات كبيرة جدا، ومدينة أنت تخليها من المدن اللي تعتبر هي قائدة للقرن الواحد والعشرين، معناها أنه أنت حتركز على الإنسان بالدرجة الأولى، حتركز على التنمية الطموحة ذات الأثر العالمي، لاحظ ذات الأثر العالمي وليس على مستوى الوطن، الوطن حتى ينعكس عليه بعد ذلك. مساحته، خصائص هذه المدينة، مزاياها، نقدر نقول احنا الآن أمام علم جديد اسمه التخطيط العمراني المتطور، اللي جميل. فعلا يتناسب مع ما هو موجود على 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 أرض الواقع. نعم. النقطة الثانية جميع بإيجاز إذا ممكن جميع المرافق اللي كان يقول تنشأ منها المدينة هي مرافق ذكية، ذكية جدا. وأنا حقيقة يعني لا أخفيك لو إنه قلنا إنه هذه المدينة هي خيال علمي، أتمنى إنه أي واحد يرجع لأي أي فيلم من أفلام الخيال العلمي وحيشوف المدينة هذه منعكسة فعليا. يعني لو منتكلم عن وسائل النقل مثلا الحديثة اللي الآن إحنا ما نشوفها على العين المجردة، لكنها هي موجودة في البنية التحتية أسفل المدينة، سواء كان في القطارات السريعة أو حتى في الأفكار الجديدة للنقل اللي زي الهايبر لوب اللي إحنا شايفينه. تخيل 170 كيلو أنت ثلاث دقائق تأخذ من شمال للجنوب، هذا ترى هذه تتكلم عن 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 مدن المفروض إنه الآن تتبناها الجامعات العالمية لتدريسها، هارفارد، بيركلي، ستانفورد، من الجامعات دي هذا يعتبر نموذج، والحمد لله انطلقوا من عندنا. جميل. وهذا الخيال بيكون واقع بإذن الله تعالى. بإذن الله. فما أخفيك يعني في أشياء ممكن ما تتخيلها لكنها حتنفذ الآن، ممكن ما يدخلها العقل البشر. أعطيك مثلا من واحدة من الأمثلة، تعرف انه حيكون في قمر صناعي لهالمدينه يقيس لك الامن التكنولوجي والذكي، يقيس لك ممكن هذا القمر يضيء لك في الليل، المدينه حتكون مدينه لا تنام، مدينه يمكن تتعدى نيويورك ب 30 40 مره على وضعها الحالي. النقطه الثانيه، الطاقه اللي مستخدمه ممكن ذكرها لك من انظف الطاقات، الطاقه الشمسيه، تتكلم عن العماره الذكيه. حتى لما نتكلم على مستوى الصحة نلقى إنه واحدة من العناصر اللي حتبنى مدينة طبية متكاملة ذكية. ما حنشوف بشر يسوون العمليات، ولا حنشوف الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة جدا حقيقة. لو بوجز أو بختصر كلامي حقول لك إن دلاين بصفة كموقع رئيسي لليوم هي رؤية سعودية حقيقة واقعية، هذه مش مجرد أحلام ولا خيال علمي ولا قصص يوتيوبية أو تويترية، حقيقة هي يقف عندها حدود التنظير. نعم. مهندس ندى الجليدي، شكرا جزيلا لك ولهذه الرؤية. أستاذ صالح، في نقطة ذكرها المهندس وذكرتها قبل الدكتورة نوفا، باخذك لها، وهي جغرافية السعودية اليوم جالسة تتيح لها هذا الكم الكبير من المشروعات والتنوع فيه، وش تعليقك؟ قبل أعلق على الموقع أنا أشكر المهندس ندى، أضاف إضافات جديدة، وفعلا يعني أن المملكة العربية السعودية بإطلاق The Line هي تقدم نموذج مدن المستقبل، مدن القرن الواحد والعشرين برؤية سعودية، يؤكد أنه المملكة العربية السعودية برؤيتها تصنع من الخيال واقع. جميل. بقيادة المملكة. أما من ناحية جغرافية المملكة طبعا منطقة نيوم من الأساس هي تربط ثلاث قارات، واختير الموقع في المنطقة لهدف يعني بعناية، لأنه رابط لثلاث قارات، ولأنه ممكن الوصول له من كل أنحاء العالم خلال 5 أو 6 ساعات. رؤية نيوم أنها تكون جاذبة للاستثمارات، جاذبة للأفكار، جاذبة للتكنولوجيا، جاذبة للمبتكرين والحالمون، تخدمها هذا الموقع، موقعها القرب منها. اليوم أضفنا بعد آخر،
الحركة داخل المدينة، مو بس اليوم إن أنا أقدر أوصل لها من كل أنحاء العالم في 4 ساعات، أنا أقدر أتنقل في خلال 170 كيلو هذه في 3 دقائق من أولها لآخرة. فهناك جغرافية للمنطقة، وهناك تفاصيل داخل المدينة تسهل توفر البيئة. مكانة المملكة أو موقع المملكة الجغرافي، إحنا نعرف أنه أحد ركائز الأساسية التي تكزت عليها رؤية المملكة السعودية لاستفادة من موقعها كرابط للثلاث قارات، والاستفادة منه في تنويع مصادر دخلنا ودعم الاقتصاد غير المختلف. أستاذ ثامر، في النهاية إذا في رسالة على لسان ذلاين تنقلها السعودية للعالم، ماذا ستكون؟ انتظروا الابتكار، انتظروا النموذج الجديد للحياة. يعني أعتقد أنه يعني هذا أنسب نموذج. اليوم إحنا شفنا نماذج صغيرة في العالم تحاول تحافظ على البيئة. اليوم ذا لاين بتكون هي مدينة ضخمة تحافظ على البيئة. في نقطة مهمة أنا بدي أذكرها بس قبل يليت بس بإيجاز سريع. بشكل سريع، في مؤشر اسمه ESG، هو مؤشر يعتني بالبيئة والحوكم. كانت بنهاية العام الماضي جابوا تقرير أنه الشركات السعودية لا تهتم بهذه المؤشرات، وبالتالي لن نستثمر، هي صناديق استثمارية. ولما أعلن البرنامج كنت أتخيل كيف يستقبل يعني أصحاب هذه المؤشرات وأصحاب هذه النظريات إعلان هذا المشروع اللي يوفر 95% حماية للبيئة. هل سيكون مؤشر استرشادي لهم في المستقبل، أم أنه يعني أنا أتصور الذهول اللي هم فيه لما أعلنت مدينة 95% تحافظ على البيئة في الوقت اللي كانوا يصدرون فيه تقارير أنه هناك في بعض الاستفهامات على الحوكمة وحماية البيئة في الشركات العاملة في السعودية. جميل أستاذ ثامر، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. الرسالة نفسها بإيجاز، رسالة دلائل للعالم، ما هي؟ المملكة العربية السعودية تقدم نموذج الحياة المستقبلية، مدن المستقبل في دلائل. جميل أستاذ صالح، شكرا جزيلا لحضورك معنا. الأستاذ نوفا، بسمع رسالتك أنت على لسان دلائل للعالم، ما هي؟ الحقيقة اليوم رغم اهتمام المملكة بالمدن الحضرية وكمان يمكن مدن اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن ما زال اهتمامها بأنسنة التقنية وأنسنة هذه المدن محورها الرئيسي من خلال الحفاظ على البيئة. فدائما المملكة حقيقة سباقة في مشاريعها اللي بتعتمد على التوازن بين المستقبل وبين الإنسان. دكتورة نوف الغامدي، شكرا جزيلا لك لحضورك معي في هلا. أيضا الشكر للمهندس ندى الجليدي، واعتقد أنه أخذنا إلى زاوية أخرى في تخصصه فيما يخص العمران والأشياء الجديدة الموجودة في ذلاين. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة من يا هلا. كما صنعنا التاريخ ونصنع الواقع، سنصنع المستقبل إن شاء الله. أشوفكم بكرة في أمان الله.